ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ الحديث الذي في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء، يعني لحافظ. ومعلوم أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن، فقال: أنا. فقال: إنك لجريء. فقال: حدثني. فقال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح ذاك الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال رضي الله عنه: إذا انكسر لن يغلق، لأنه لو انفتح لبقي، لكن لما انكسر لا يمكن أن يقوم باب. فقيل لحذيفة: أكان عمر رضي الله عنه يعلم من هو هذا الباب؟ فقال: نعم، كما أنما بعد الليلة غد، وقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني هو يدركه ويفهمه. قال بعضهم: فهبنا أن نسأله، فسألناه عن هذا الباب فقال: إنه عمر. وبالفعل فإنه لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهد عثمان، ووقع السيف في الأمة، ومن ثم فإن هذا السيف لن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا السيف الواقع لن يجتمع معه سيف آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع على أمتي سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وأما قوله فتنة الرجل في آله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك لأن الإنسان قد تحصل منه أخطاء بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين، فتكون هذه العبادات المذكورة مكفرة لما حصل منه تجاه هؤلاء أو تجاه الانشغال بهم عن ذكر الله. ومن أحاديث الفتن ما جاء في الحديث المتفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا. وفي رواية: إنه أراد قتل صاحبه. وعند مسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما على جرف هار من النار، فإذا قتل أحدهما الآخر وقع فيها. ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وفي رواية عند مسلم: 40. وهذا على أحد محامل الحديث، حينما تكثر الفتن ويدخل الرجال في القتل، لأن النساء لسنا من أهل القتال، فيفنى كثير من الرجال. ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الفتن تخرج منها هنا، وأشار إلى المشرق مرتين. وفي رواية عند مسلم: رأس الكفر منها هنا، وأشار إلى المشرق. والمشرق كما جاء في رواية الطبراني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في مدهم وصاعهم ولأهل اليمن، قال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك يخرج منها الفتن، حيث يطلع قرن الشيطان. فدل على أن مخرج الفتن من العراق، والناظر في السير يجد ذلك، والواقع يشهد بهذا. ومن أحاديث الفتن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، ها
هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. هذا في آخر الزمان، وذلك لأن الأمور تختلف إذ ينطق الشجر والحجر، ثم يكون بعد ذلك نزول المسيح ابن مريم كما هو معروف. ثم بعد نزول المسيح ابن مريم وقتله للمسيح الدجال وبقائه مدة، يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن في المدينة، وبعد دفنه في المدينة تخرب المدينة. ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وذكر العصا كناية عن خضوع الناس له، وإعلاؤه للعصا يدل على شدته على البعض. وإذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجل صالح